الإفطار السنوي للمتطوعين حياة كريمة، ودي رابع مرة نعمل الإفطار دوت خلال الأربع سنوات اللي فاتوا. كل سنة كده بنحاول نحن نروح مكان جديد، كل متطوعين مراكز الدهلية كلها بيجوا بيتلموا، نقعد مع بعض نحكي اللي عملناه خلال السنة اللي فاتت وإيه اللي ناويين نعمله السنة الجاية. بيشرفنا في الموضوع دوت كل القيادات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة وبعض القيادات التنفيذية. احنا النهاردة عندنا حوالي 700 متطوع من قوة 1900 متطوع داخل محافظة الدقهلية. ان شاء الله يبقى يوم جميل. حياة كريمة طول عمرها ابداع. النهاردة يوم في ايام كريمة حقيقي، عرس جميل او بتقدمه حياة كريمة كعادتها. حياة كريمة خلقت للناس كده حاجات جديدة في حياتها كان كلنا نأمل نلاقيها من زمان، والحمد لله ربنا اكرمنا بيها. فمبادرة حياة كريمة دايما بتقدم كل حاجة سعيدة لنا كلنا. النهاردة احنا كلنا كمتطوعين جايين من كافة المراكز، جايين كلنا في حب وخاء، جايين نفطر سوا مع بعض في يوم نقول للعالم كله احنا ومصر كلنا احنا مجموعة حابين بلدنا، مؤسس حياة كريمة، متطوعين حياة كريمة، حابين بلدنا نخدم بلدنا، جايين نقدم لكل مواطن مصري في كل شبر وكل قرية وكل نجع في محافظة الدقهلية، نقدم له الخدمات المتكاملة والخدمات المختلفة لتوفير حياة كريمة ولبناء الإنسان المصري. كلنا رهن إشارة كل أهلنا، سواء من الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر التي تحتاج إلى دعم، كلنا رهن إشارتكم وفي خدمتكم في أي وقت وكل وقت. وطبعا النهاردة احنا هنعرض حضرتك إن شاء الله على الميشن مؤسسة حياة كريمة عاملة إفطار جماعي وكلنا بنشارك فيه إن شاء الله، ونتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى هيبقى الأيام أحسن، وإن شاء الله الناس تتفائل بالخير، وإن شاء الله ما فيش حاجة هترجع زي زمان، كله هيرجع الأحسن والأحسن. فالناس ما عاد هيأسي، وإن شاء الله طول ما مؤسسة حياة كريمة إن شاء الله تبقى الأمور طبيعية إن شاء الله. النهاردة إفطار سنوي بتعمله المؤسسة على طول على مدار السنة في شهر رمضان، يعني واليوم بيتميز يعني بيكون لامم جميع المتطوعين، وبيبقى فيه روح وحيوية ويعني وربنا يديمها يعني. وبنحب نشكر مؤسسة حياة كريمة عشان عرفتنا على ناس كتير من جميع المراكز، ونشكر كمان حياة كريمة عشان يعني ايه انتشرنا اكتر في العمل التطوعي والعمل الميداني.